في البيوت. هذه رسالة من القلب حقيقة، يعني اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع، وفي رواية أو ماشية، فإنما ينقص منه في كل يوم قيراط. كل يوم تنقص الأجور، احنا بالكاد نحصل هذه الأجور، هذه وجود الكلاب في البيوت ينقص الأجور. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال: الصيد، الماشية، الزرع. وبعض أهل العلم استثنى معها الحراسة، لكن بعض الناس يقول أنا أضعه للحراسة، وهذا غير صحيح، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. اتقوا الله في أنفسكم، لا يجوز وضع الكلاب في البيوت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني غريب أمر بعض الناس يدخل الكلاب إلى بيته، وبعضهم يجعله في حجرته، وهو يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. فنحذر من هذا، كذلك الخروج بالكلاب أمام الناس وكذا، وقد يفلت هذا الكلب على بعض الناس وقد يصيبهم أو كذا. فنتقي الله تبارك في أنفسنا وفي الناس من هذا، وهي عادة يعني للأسف بدأت تزيد في هذه الأيام تقليدا للغرب، كل واحد يمشي معه كلبه، طبعا مو كل واحد أقصد يعني قليل، لكن موجود من يمشي وكلبه معه، يمشي الكلب ونسى وكذا، وهذا كذي يعني إن كان ولا بد الإنسان يريد أن يتخذ أحد يمشي معه صديق وليس مع كلب. فلنتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، والله المستعان.